Bismillahirrahmanirrahim. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدا وكل واحد أتى وعدا أولها الصحيح وهو من تصل إسناده ولم يشد أو يعن يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدات رجاله لك الصحيح اشتهرات وكل ما عن رتبة الحسن قصور فهو الضعيف وهو أقصى من كثور وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعه والمقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يمير وما بسمع كل راوي يتصير إسناده للمصطفى فالمتصير مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أم بني الفتى كذاك قد حدثانيه قائما أو بعد أن حدثاني تبسم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرام ومبهم ما فيه راو لم يسام وكل ما قلت رجاله على وضيده ذاك الذي قد نزلا وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقال وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال والمعضل السقيط منه اثنان وما أتى مدلس النوعان الأول الأسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصفه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا فالشد والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمثل قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خوف معلل عندهم قد عرفا وذو اختلاف سند أو متني مضطرب عند أهيل الفني والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قارن عن أخ مدبج فاعرفه حقا وانتخ متفق لفظا وخطا متفق وجده فيما ذكرنا المختاري مختلف متفق الخلق فقط وضده مختلف فخش الغلات والمنكر الفرد به روى غدا تعديله لا يحمل التفردا متركه ما واحد به الفرد وأجمعوا لي ضعفه فهو كرق الكذب المختلف المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة بيكوني فوق ثلاثين بأربعين أتت أبياتها ثم بخير ختمت وما لتابعه